حضرات المشاهدين السلام عليكم. نستضيف اليوم الدكتور سامي جلولي الاختصاصي في العلوم السياسية وبالخصوص اختصاصي في الأنظمة السياسية العربية، إذا صح القول بأن هناك أنظمة سياسية عربية، وفي النظام السويسري. الدكتور جلولي يعني تميز بكتابة كتاب يعني مبتكر، ليس فقط من حيث المضمون وأيضا من حيث العنوان، وين ماشي بينا سيدي. أول شيء كيفاش اخترت لأن العنوان بصراحة هو أنا كنت في زيارة للمغرب، نعم، وكان فما صحيفة هي وقاعة تقريبا منحة في المملكة كاتبين عنوان على الملك محمد السادس، وين ماشي بينا، هم يقولوا وين غادي بينا، وين غادي بينا سيدي. فعجب لي العنوان هذا، كان مدة سنتين تقريبا التالي. فأول ما رجعت خدمت على العنوان هذا، وحتى استشرت العديد من الأصدقاء، كلهم تقريبا أجمعوا على الجمال وقوة حتى العنوان، وخاصة تكمن في القوة متاع العنوان. لكن وقت اللي فكرت في الكتاب ما كانش الدور متاع سيدي اللي هو شيخ قطر، ما كانش منافذ إلى هذه الدرجة. انت تقريبا عملت تحيين للكتاب بعد عملت تحيين للكتاب، لان الكتاب اصدر قبل في 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 عنوان اخر اسمه قطر الوجه الخفي، نعم، وهذا اصدر تقريبا في شهر جوان 2011 قبل ما يصدر، نعم، حتى كتاب السيد المازر الحداد وكتاب كتاب المازر الحداد وكتاب اعتقد انه كتاب اخر صدر في سويسرا في، نعم، نفس تقريب الموضوع، ولكن الكتاب هذا سبق وقع وصدر ما بين قيام الثورة التونسية وانتهاء، نجم نقولوا الانتهاء من الثورة التونسية وبداية ما يعبر عنه بالثورة في ليبيا. فمع الأحداث وقع تحيين الكتاب عاد تبعه في نسخة جديدة بداية من سنة 2012. الكتاب مركز على تفكيك منظومة القطرية ومنظومة المشيخة في قطر، نعم، ودورها في السياسة الدولية وأيضا السياسة القطرية القطرية. فعلا. يعني شنو اللي دفعك إلى التركيز على هذه الدولة، وأقول دولة تجاوزا، هذه الدولة الصغيرة الميكروسكوبية، شنو اللي دفعك؟ هو اللي دفعني فما حاجتين تقريبا أو ثلاث حاجات. فما هناك القاعدة الأمريكية أو قاعدتين تقريبا أمريكيتين اللي موجودين في قطر، واللي قاع منهم الانطلاق سواء للرب العراق إلى آخره، أو كذلك حتى هي محطة لوجستيكية نحو سواء لضرب العراق أو لضرب أفغانستان، هذه من جهة. ومن جهة ثانية دور قناة الجزيرة المحوري تقريبا في ما يقع اليوم في الأنظمة العربية. ومن جهة ثالثة كذلك قوة المال القطري الذي لاحظوا فيه اليوم أنه يستحوذ تقريبا على مختلف الشركات أو أكثر الشركات الموجودة خاصة في أوروبا، والشركات اللي عندها وزن كبير. احنا نعرفوا ديما انه فما علاقه كبيره ما بين السياسي والاقتصادي، نعم، لانه مش هو السياسي اللي حرك في القرار او يتخذ في القرار، انما هي المؤسسات الاقتصاديه الكبرى. وبالتالي النظام القطري تقريبا استطاع او ماشي في طريق انه الاستحواذ تقريبا على الشركات هذه، ومنها يستطيع باش ياكد او يزيد في القوه نتاعه والامتداد نتاعه. هناك هو مشروع بالنسبة لقطر، الدور القطري أو من لحظة اليوم في ما يقع في الدول العربية هو تكملة لمشروع جورج بوش الابن بداية من حرب الخليج الثانية، خاصة أنه أثبتت أنه الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أن استعمال السلاح فاشل، أي لم نستطع لا تكريس أو تحقيق الديمقراطية سواء في العراق أو سواء في أفغانستان، مثل ما لم يقع تحقيق ذلك من قبل في الفيتنام. بالتالي فاستعمال السلاح اليوم يكلف كثيرا في المستوى العسكري ومستوى الميزانيات إلى آخره، خاصة وأننا اليوم نعيش في أزمة اقتصادية محورية وهامة جدا. وبالتالي الإعلام هو الذي هو اليوم الذي تقريبا أخذ المشعل ليكمل المشوار. وبالتالي فقناة الجزيرة اليوم هي تكملة أنا أقول للذراع أو للسلاح الأمريكي. يعني جايين دور قناة الجزيرة، لكن أنت بديت أنا كأنما كتاب دراسي وكأنما كتاب مدرسي، حتى مدرسي، لأنه بديت أعطيت لمحة تاريخية عن تكوين مشيخة قطر. نعم. نعم. كيفاش تكونت مشيخة قطر؟ هي مشيخة قطر من قبل احنا نعرف دول الخليج تقريبا مغلبها ما كانش فما، نعم، دول كلها استقلت تقريبا او ما بين قوسين استقلت، لانه فما مشيخات تكون اقالوها لا هي مشايخ تكونت تقريبا، نعم،
بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا بداية من الستينات، قطر لم تكن موجودة من قبل سنوات السبعين، لم تكن هناك دولة اسمها قطر. وبالتالي فالمشيخة أساسا أو القبيلة اللي تحكم اليوم قطر كانت تابعة للبحرين. الثاني لا الثاني هي أصلا ترجع تعود إلى عائلة سعودية. نعم. هربت من نجد، ثم قطر كجزء من منطقة ترابية كانت تتبع مملكة البحرين في في ذاك الوقت. معناها حرروها من البحرين، حرروها من البحرين وأسسوا دولة صغيرة. وش هي الأسباب الجيوستراتيجية لتحرير قطر من البحرين في الوقت؟ ما فماش أسباب كبيرة جيوستراتيجية في الواقع عندما حرروها، لأنه لم يقع بعد اكتشاف الغاز ولا البترول، ولكن هناك أسباب أستطيع أن أقول أنها قبلية، وبالتالي إعادة إحياء لعنصر قبلي اللي هو يتمثل في الثاني ودورهم الهام خاصة في المنطقة. وبالتالي من حقهم، هم يرون أن من حقهم تأسيس دولة ولو كانت على بقعة جغرافية صغيرة جدا. الدولة ذي قائمة على عائلة أو قبيلة، هي قبيلة الخليفة. الخليفة الخليفة معناها استحوذوا بالحكم، ثم أيضا يعني أبعدوا كل ما هو معارض. وانت تقول انه ابعدوا قبيله او عشيره بني بني. المسند اللي هي تنتمي اليها الشيخ حموزه. نعم، هو ناصر المسند اللي هو والد الشيخ حموزه كان معارض لوالد الامير حمد الان، وقع ابعاده الى الكويت. هي الشيخ حموزه اصلا درست بالكويت، ثم عادت في صفقه سياسيه بين والدها وبين والد الامير الحالي، وذلك لإضعاف المعارضة وإسكاتها. وبالتالي وقع تزويج أي الشيخة موزة كزوجة رابعة، كزوجة ثالثة. هو له أربع زوجات، كزوجة ثالثة. وبعدها الشيخ مسند رجع إلى قطر. الشيخ مسند رجع لقطر. قطر. رجع لقطر. وأخذ ثأره من. وأخذ ثأره على الأقل سياسيا من خليفة. من خليفة أبو الشيخ حمد. أبو الشيخ حمد. والشيخ حمد طبعا أتى للحكم بشكل ديمقراطي المعهود في منطقة الجزيرة العربية إطلاقا. هو الشيخ حمد كان والده في زيارة نحو الخارج، وقام بتشيعة صباحا أي بتوديعة بالمطار، ثم بعد ما سافر والده استدعى شيوخ القبائل. والمعلومة المؤكدة أن شيوخ القبائل عندما استدعاهم الأمير حمد ما عندهمش، أنه ما كانش في بالهم تقريبا أنه باش يزكيوا الحاكم الجديد، باش يبايعوه، لأنه وقع نوع من التحايل على الشيوخ، وقالوا لهم وقع تحايل على الشيوخ، وقالوا لهم راهو للتسليم على الشيخ، باش يسلموا عليه على الشيخ حمد. وهناك وقع استدعاء التلفزيون، أو يعبر عنه اليوم اصطلاحا بالانقلاب التلفزيوني. وقع استدعاء التلفزيون وصوروا، وقع لأنه مونتاج من بعد في الصور، وصوروا تقريبا فيلم ساكت، واقتطعوا الأجزاء اللي تخدم الانقلاب. نعم. وبالتالي حصل معناها الانقلاب، معناها الانقلاب سلمي، انقلاب سلمي وتلفزيوني. انقلاب يعني سلمي. دور قناة الجزيرة السياسي لم يبدأ هناك. لا، هو دور قناة الجزيرة جاء في 96 تقريبا. نعم. الجزيرة والشيخ حمد استلم الحكم في سنة 95، ونحن نعرف أنه تاريخ دولة قطر هو تاريخ مبني على الانقلابات، أي لم تكن هناك لا تسليم للسلطة سواء كانت بالموت أو بالوراثة، أو حتى لأنه ليس هناك أصلا مؤسسات مدنية في قطر. العلم أنه قطر ليس بها تقريبا منظمة مجتمع مدني، ليس بها مؤسسة دستورية، لا يمكن ممارسة الانتخاب، ما ينتخبوا شيء، ما ينتخبوا حتى شيء. هناك حكم مطلق من طرف الأمير. واليوم نلاحظوا كذلك أن الشيخة موزة تلعب الدور البهرجي خاصة في الخارج عبر استدعائها أو تأسيسها لمنظمات دولية كالمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى آخره. قبل أن نوصل للدور الشيخة موزة، شنو الدور قطر اليوم في السياسة الدولية؟ ما نجموش نقولوا أنه في السياسة الدولية، لكن دور قطر اليوم في السياسة العربية على الأقل، لأنه قطر تقريبا منذ بداية لعبها للدور السياسي، خاصة بعد اكتشاف الغاز وتسلم الأمير حمد، لأنه قطر في عهد الفترة اللي كان فيها في عهد والد الأمير حمد ما كانش عندها دور إطلاقا، لكن دورها بدأ منذ بداية تسلم الأمير الحالي للسلطة، وقع الاتجاه نحو البلدان العربية.
تقريبا وضع مناقشة تقريبا الوضع الفلسطيني، القضية الفلسطينية الإسرائيلية، أو التركيز على بعض خاصة خلخلة بعض الأنظمة العربية. ونحن نلاحظ أنه حتى منذ بداية حكم، حتى في فترة حكم بن علي، ما لاحظناش حتى ولو مرة أنه قناة الجزيرة مثلا تحدثت على إنجاز قام به بن علي. للأمانة بن علي قام بالعديد من الإنجازات، هذا ما ننكروش، لأنه تاريخ لازمنا نقبله كما هو سواء في السلب أو الإيجابي. لكن قناة الجزيرة كانت تضمن عداء واضح للنظام التونسي من قبل، كانت تضمن عداء واضح للنظام المصري، كانت تضمن عداء واضح للنظام الملكي المغربي. ونحن نتذكر أنه في سنة 2008 وقع إبعاد قناة الجزيرة إطلاقا من المغرب بسبب الأحداث اللي صارت في مدينة سيدي إفني، خاصة وأنها أوردت معلومات خاطئة وتبين فعلا أنها خاطئة حول وجود قتل إلى آخره، ولم تنجح القناة وبالتالي وقع إبعادها من المملكة المغربية. جايين للجزيرة فقط، دور القطري في الفضاء العربي كيفاش أنت قيمته؟ معنى كأنما مناولة للأمريكان وللفرنسيين فعلا بعد السقوط. نعم. بعد فشل، أنا أستطيع أن أقول بعد فشل خاصة الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان. نعم. أو كذلك في العراق، وبالتالي استند الأمريكان إلى الدور القطري خاصة مع تعاظم دور الجزيرة اللي نقوله أحنا، اللي هي مثلا كان تأسيسها مشكوك فيه لخدمة برنامج الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي الدور القطري نستطيع أن نقول أنه مشى في مرحلة إكمال ما عجزت عنه السياسة الأمريكية. لأنه اليوم شفنا أنه فعلا بالإعلام أنه ما حققته الجزيرة تقريبا لم تحقق معناها الأسلحة الأمريكية. من أي ناحية؟ من ناحية اللوجستية ومن ناحية حتى قلب الأنظمة السياسية. لأنه الجزيرة في قلب، سواء كان في قلب النظام التونسي أو النظام الليبي أو ما يحدث اليوم في سوريا، كان عندها دور محوري في قلب هذه الأنظمة. خدمة لمن؟ لا يمكن أن نقول أنها خدمة للديمقراطية، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تقع بهذه الطريقة إطلاقا. لأنه أنا شخصيا أؤمن بالتحوير من الداخل، أي العمل من الداخل، لا يمكن العمل من الخارج. وبالتالي مشات الجزيرة في البرنامج الذي كان مسطر لها في تقريبا في ارتباط. لكن المعضلة كيف أن النظام يعني تنعدم فيه كل بوادر الديمقراطية ولا كل حتى رائحة الديمقراطية، كيف هذا النظام يسوق لنفسه بأنه يدعم الديمقراطية، وكيفاش المواطن العربي يتوصل يعني درجة أنه يقتنع بهذه افكتيمون. هو للمشكلة اللي صار أنه في سنة 95 أو 96 وقت قاعة تأسيس قناة الجزيرة ما عناش أحنا إعلام، كان الإعلام العربي كله إعلام رسمي، كله إعلام يقوم على الدمغجة، وما كانش عنده اتجاهات خارجية، كان الإعلام يقوم على الدمغجة الداخلية. جاءت قناة الجزيرة فمثلت ثورة في الإعلام، وبالتالي هذا جزء من الهدف، لأنه بالذات تأسيس قناة الجزيرة في مرحلة الأولى كان يقوم على تنويم الشعوب العربية عبر بث برامج كالاتجاه والاتجاه المعاكس أو الرأي والرأي المخالف إلى آخره. وكان فعلا كانت فعلا هناك موضوعية في بداية وكان هذه الموضوعية مقصودة، والهدف منها هو تنويم الشعوب العربية وبالتالي للمرور للمرحلة الثانية. لأنه فعلا المرحلة الثانية اللي كان هدفها هي زعزعة هذه الأنظمة، وبالتالي أصبح ما تبثه الجزيرة هو يدخل في إطار ما يمكن أن نعبر عنه بالمقدس، أي الإعلام المعلومة المقدسة، أي لا يمكن أن نناقشها حتى ولو أنها وردت مثلا كذبا وافتراء. وهذا ما بيناه تقريبا في الكتاب، خاصة فيما في كتابك تقول أنت أنه فما معناها مهمة تقوم بها قطر بالمناولة للأمريكان في نطاق يعني سياسة أو في نطاق يعني هدف الشرق الأوسط الجديد. لكن تصف المشيخة والساهرين ماسكين بسلطة في المشيخة بأنهم متعطشين للدم وللفوضى وكذا، على أي أساس تعتبر أنه هذا فعلا وقت نشوفه احنا اليوم مثلا احنا في تونس ما صارش برشا مثلا شهداء مقارنه باللي الحمد لله مقارنه باللي صار في ليبيا واللي قاعد يصير اليوم في سوريا. اذا نشوفه احنا الدور خاصه وانه الدم هذا دم شكون؟ دم اخوه عرب. دم اخوه عرب هو اللي الشيء المقرف فعلا، انه وقت يكون هناك نظام عربي يقوم مثلا بقتل او المساهمه، نحن رأيناه سواء محدثة في ليبيا أو محدثة في سوريا أو حتى الذي حدث في تونس، هناك ضلع
كبير وهناك دور كبير للنظام القطري ومن وراء قناة الجزيرة، فهو بالتالي يمكن وصفه، لا يمكن وصفه بنظام متعطش للديمقراطية بل متعطش لرؤية أو لرائحة الدم، وهذا ما حدث فعلا. ونرجو ألا يتواصل مثل هذا العمل. أي معناها تعتقد أنه القادة القطريين عندهم هذه النزعة إلى زرع الفتنة والبلبلة في الشعوب العربية؟ أنا في معناها هل فقط لخدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد أو لأغراض قطرية قطرية؟ بالفعل هو أنا نلاحظ أنه ما فماش لأغراض قطرية قطرية، هو لخدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي فما نعتقدش أنه النظام القطري هو نظام ديمقراطي، لأنه كان جاء النظام القطري الديمقراطي ويدعم في الديمقراطية في الخارج، والله ممكن نجد أنه مستند أو سند على الأقل سواء شرعي أو قانوني إلى آخره أو حتى أخلاقي من ناحية الأخلاقية. لكن النظام القطري هو نظام استبدادي، هو نظام يقوم على الحكم المطلق، هو نظام يضطهد في الحريات، ونظام يقوم حتى بالنفي لبعض القطريين الذين نراهم اليوم في بعض البلدان المجاورة. بالتالي لا يمكن أن نقول أنه نظام قطري يخدم أجندة قطرية، بل نظام قطري يخدم أجندة خارجية المتمثلة في إعادة خلط الأوراق في ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. طيب في نطاق هذه السياسة، أنت تحدثت شوية عن دور الشيخ القرضاوي في قطر أولا وفي العالم العربي الإسلامي ثانيا. نعم، أنت ذكرت أن الشيخ القرضاوي كان معلم لأحد أطفال الشيخ خليفة حمد. الشيخ حمد. هو كان الشيخ معلم حمد. الشيخ يعني مدرس الشيخ حمد. نعم. واليوم شنو الدور اللي يلعبه الشيخ القرضاوي في نطاق هذه السياسة القطرية والدولية الأمريكية؟ هو المشكل أنه الشيخ القرضاوي أنا هو مصيبة فعلا، مصيبة. نعم. وأنا شخصيا لا يمكن أن أنعته بشيخ للأمانة، لأنه الشيوخ لها مناصبها ولها كذلك شروطها ولها كذلك قوانينها التي تحكمها. هذا الشيخ أو الشيخ القرضاوي هو يقوم بالفتاوى السياسية التي لها طموحات أو التي لها أطماع وأهداف سياسية. فبالتالي ونحن نعلم جيدا أن الشيخ القرضاوي كان هو من الأخوان المسلمين في مصر وهرب إلى قطر، وبالتالي كان بالتنسيق اصلا مع المخابرات المصريه، لانه شنو كان الهدف نتاعه؟ هو كان الهدف نتاعه باش يتجسس على الاخوان المسلمين اللي كانوا متواجدين في الوقت ذاك في الامارات ومتواجدين في قطر. هذه التهمه لم توجه للشيخ القرضاوي من قبل، هذه التهمه لم توجه من الشيخ القرضاوي من قبل، لانه هناك مصادر معناها اللي هو السند هذا كان المستند على بعض الوثائق المهمه التي تقريبا نشرتها المخابرات المصريه معنا اخيرا. نعم نعم. في هذا المجال اليوم الدور الشيخ القرضاوي تجاوز قطر، تجاوز تدريس الشيخ حمد واصبح يدرس في الامه العربيه الاسلاميه. فعلا. لانه هو شيخ. نعم. من المفروض ان دور الشيخ القرضاوي لا يتجاوز الدور الديني، انما تجاوزه واصدر فتاوى. نحن نعلم انه الشيخ القرضاوي مثلا في 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 فتواه المتعلقه مثلا بقتل القذافي، الشيخ القرضاوي زار ليبيا وشكر القذافي في الاحتفالية الأربعين، وقال أنه القائد ملهم ومعلم للشعوب العربية. فكيف يمكن من أن نقول أن القائد معمر القذافي مثلا ملهم ومعلم للشعوب العربية وفي أن وقت بعد سنة تقريبا أو سنتين تهدر دمه؟ فهذه لا يمكن أن تدخل إلا في الفتاوى السياسية والتي الهدف منها بطبيعة الحال اتضح اليوم هو قلب أو إعادة خلط الأوراق من جديد. لكن هاوش الشيخ راشد رضي الله عنه يقول بأن الشيخ القرضاوي يعني الثورات العربية طلعت من تحت إبطه. فعلا هي طلعت من لسانه. نعم. وليست هو بالنسبة للشيخ راشد الغنوشي يقول ما يحلو له أن يقول، أنا رؤيتي السياسية تختلف تماما عن الرؤية الدينية للشيخ راشد الغنوشي. القرضاوي متهم فعلا بقتل نفس بشرية عمدا وكذلك بجرائم ضد الإنسانية، هذا واضح لا سبيل إليه، لأنه شخص يقوم في التلفزيون ويقول مثلا اغلبوا نظام فلان أو هددوا فلان أو عليكم بأن تقوموا ضد فلان، فهذا أعتقد أنه لا يمكن، ليس له أي علاقة بالدين الإسلامي الذي نعرفه. أستاذ هذه أصبحت موضة اليوم، شيخ الزيتونة ينادي بقتل الفنانين فعلا، والحكومة ساكتة. نعم. والنيابة العمومية ساكتة. نعم. من المفروض هو النيابة العمومية في تونس تحرك الدعوة من تلقاء نفسها في مثل هذه المسائل، وخاصة أن مسألة معناها خطيرة جدا، لأنه فعلا احنا في تونس تساهلت ياسر الحكومة الحالية ضد هذه الأشياء، لأن هذه جرائم
وهذه ماهاش نية فقط، إنما وردت عن طريق الدعوة، والدعوة خاصة في المساجد، والمسجد هو مكان عمومي. فبالتالي يجب إيقاف مثل هذه المهازل فعلا التي نعيشها اليوم في تونس. لكن كيف تجبر وزارة العدل التونسية على أن تأمر النيابة العمومية بفتح تحقيق في الدعوة إلى القتل؟ كيف؟ هو من المفروض أن وزارة العدل لا تجبر النيابة العمومية، المفروض أن النيابة العمومية تثير من تلقاء نفسها مثل هذه الدعوة. ولكن المشكلة ليست في النيابة العمومية، المشكلة الأكبر هي في وزارة الشؤون الدينية. أنا أدعو بصراحة ودعوته سابقا إلى حل وزارة الشؤون الدينية مطلقا، لأنه إحنا في تونس مناش في حاجة وزارة للشؤون الدينية. احنا كنا دين واحد، احنا كنا مسلمين، ماناش في حاجه لوزاره الشؤون الدينيه. انا نعيش في سويسرا مثلا، ما ثماش وزاره اسمها للشؤون الدينيه في سويسرا، او مثلا في فرنسا الى اخره، ثم مجالس او هيئات، لكن وزاره للشؤون الدينيه قبل شفناها في عهد بن علي، خدمه بن علي، وكيف وساغت العديد من الاشياء لصالح بن علي من غلق المساجد الى اخره والتضييق حتى على حريه المسلمين، واليوم راها تخدم في اجنده اخرى جديده. وبالتالي المفروض حل هذه الوزاره والغاها تماما. دكتور، هل تعتقد بأن المواطن العربي اليوم بشكل عام بدأ يستيقظ بأن الجزيرة لها دور وأنها مصداقيتها قلت عن سابقا؟ فعلا لاحظت هذا حتى في الشارع التونسي، ولاحظت هذا حتى في الإعلام الموازي، لأن هناك طول العديد من القنوات، وخاصة مع الطفوة اللي يعرفها الإنترنت اليوم وتأسيس العديد من المواقع سواء الإخبارية إلى آخره، هي عرت ما تقوم بالجزيرة، لأن الجزيرة توجدت في ظرف تقريب الانترنت ما زالت في بدايتها. فسيطرت على الفكر العربي وساهمت كثيرا تقريبا في تدجينه ودمغجته الى 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 حيث انه وصلنا تقريبا الى مساله انه متى بث الجزيره مقدس، اي يمكن التشكيك مثلا او في حديث او مثلا تاويل في نص قراني، ولا يمكن مثلا التشكيك في متى بث الجزيره. مثلا تذكرت بعض التجاوزات، إذا صح القول بأنها تجاوزات، أنا أعتقدها أعتبرها يعني احتيالات مش تجاوزات. مثلا تحكي على مواطن ليبي قدمته الجزيرة بأنه منشق الإعلامي المنشق ثم العائد ثم المنشق المسمى سليمان دوغا، يقول هذا عدوه البارحة في المباشر في دوحة بقطر، ومن غدو عدوه كأنه معناها شاهد عيان في طرابلس. افكتيمون لأمانه هو سليمان دوغا كان يرأس، هو كان من المعارضين للمجدين في الخارج، وكان يرأس موقع ليبيا اليوم. سليمان دوغا هو من الأشخاص اللي رجحهم سيف الإسلام. وسيف الإسلام نصب سليمان دوغا على شركة الغداء الإعلامية، نصبه في منصب مدير عام. وبالتالي أصبح إذا 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 اخترنا إحنا الاتجاه تقريبا، وبالتالي سليمان دوغا أصبح من متابعين نظام معمر القذافي، هذا لا سبيل لي. سليمان دوغا وقتاش ثار؟ ما ثارش وقت اللي صارت الثورة في ليبيا، لا. سليمان دوغا مثلا هو خرج من قبل عن شركة الغد، ليس لأسباب سياسية ولكن لأسباب إدارية بحتة، فيما يخص مثلا التضييقات اللي عرفتها شركة الغد من طرف العاملين، لا من طرف ممكن العاملين، وكذلك من طرف حتى ما يعبر عنه بالمعسكر التقليدي اللي يحيط بمعمر القذافي، لأنه شركة الغد كان الهدف متاعها هو هدف انفتاح، وبالتالي تأهيل لسيف الإسلام تصيع نقول أي هدف معناها يقوم على الانفتاح نحو أوروبا. ذاق سليمان دوغا مثل التضييقات، وعندما قامت الثورة سليمان دوغا قام قال أنا رجع الأصل، أصله كان معارض. وبالتالي أنا أتذكر أن هذا شيء شفته، معناها قدموه سليمان دوغا جاء في برنامج تلفزيوني في الأيام الأولى للثورة في دبي، هنا المسألة ما فيها حتى أي في دبي لا عفوا في الدوحة هذه مسألة ما فيها حتى أي شك. لكن بعد يوم عن طريق الاتصال نشوف المذيع يقول معنا اتصال من المشق سليمان دوغا من طرابلس، أستطيع أن نقول هذه أكيدة، لأنه سليمان دوغا أنا سمعته شنو قال مثلا في نظام معمر قذافي، وأنا نعرف تقريبا نظام شنو كانت السلطة اللي مثلا لو أنه رجع سليمان دوغا فعلا إلى ليبيا، معنا الشخص هذا يندثر تماما معنا. فكيفاش أنه أحنا في بداية الثورة في ليبيا تقريبا في الأسبوع أو الأسبوع الأول تقريبا وسليمان دوغا يخاطبنا اليوم من الدوحة، وبالغد نجده في طرابلس.
نعم. وهذه مؤكدة، هذه لم تحدث مع سليمان دوقة فقط، وإنما حدثت حتى من بعد مثلا مع في النظام في الدولة السورية، حدثت بتنصيب مخابراتيين يدورون يقومون بدور إعلامي. أي هذه تقولها في الصفحة 124 تقول، لكن مذيع الجزيرة الأردني ياسر أبو هلالة كتب مقالا في صحيفة أردنية كشف فيها أنه قام بحكم منصبه في محطة بالتسلل إلى درعا السورية والتجنيد شهود عيان لهذا الغرض. فعلا. فعلا. هذا واقع. أنا اعترف هو نفسه. هو اعترف نفسه بمثل هذه الممارسات، وهذه الممارسات تكررت. تكررت. احنا نشوفوا انه حتى في الحرب اللي صارت ما بين الحرب الليبيه شفنا انه هناك تجسيد، وهناك تجسيد حتى لباب العزيزيه اينما كان مقر القذافي، تجسيد في الدوحه، لانه قاموا بتجسيد نفس المكان ونفس النظام ونفس البناء في الدوحه. وبالتالي اليوم استطيع ان اقول الانقلابات التي صارت في الدول العربيه او الثورات التي صارت هي ثوره مصطنعه، هي مجرد انتفاضات. نعود حتى لنؤكد ذلك أنه في تونس، خاصة عندما نتكلم عن تونس، ما حدث في ليبيا هو انقلاب، وكان محضر إليه حتى من قبل ما تصير الشرارة في تونس، منذ تقريبا هروب مش هروب المسماري. أي نعم. نوري المسماري، وبتواتا كان مع موسى كوسا، وهذا أكيد كان ثم هناك تحذير للانقلاب ضد معمر القذافي، لأنه معمر القذافي هو حاول انه باش هو غلطه، انا اعتقد انه خطا سياسي كان في الامور، بعدين من انقلاب اصبحت الى فوضى عارمه فعلا. لانه حتى نشوفوا انه التحرش ممكن حتى الفرنسي بليبيا هو عنده اسباب موضوعيه للامانه، لانه في زياره القذافي الى ليبيا في سنه 2007 هناك عقود ابرمها القذافي، والعقود هذه من بعد ما تجسدتش. ونحن نعرف انه ساركوزي هو رئيس عنده صبغه تجاريه، ما عندوش حتى صبغه سياسيه، لا نعتبره سياسي، نعتبره يدخل في خانه التجار، وبالتالي خسر العديد من العقود الهامه، خاصه وانه العقود الماليه التي كانت في ليبيا هي عقود ضخمه جدا ضخمه جدا كانت، وهناك كان دوله تقوم على التحديث وتقوم على البنايات الى اخره. هذا من جهه، ومن جهه اخرى اتجاه معمر القذافي نحو السوق الافريقيه بسيطرته تقريبا على الفرنك الافريقي، وبالتالي ضرب المصالح الفرنسيه، كذلك وقوفه ضد الاتحاد الاورو متوسطي وعرقلته لهذا المسار. في الواقع هناك العديد من الاسباب التي ادت الى ثوره فرنسا مجسده في ساركوزي ضد نظام معمر القذافي، وبالتالي لا نقول انه ما حدث في ليبيا هو راهو مثلا الهدف نتاعو تحقيق الديمقراطيه، إنما ما حدث هو انقلاب أو تقريب معناها صفعة كانت للنظام، ليس صفعة إنما هذه وردت مع عن طريق القضاء تماما عن النظام، قصد أنه مثل حجر عثرة أمام. لكن اللي الكلام اللي تقوله على ياسر أبو هلالة معناها أنه طاقم الجزيرة يعني في علاقة وطيدة بالنظام الاستخباراتي. أكيد. معناها أنه الجزيرة جزء أكيد. من المخابرات القطريه وبالتالي الامريكيه. اكيد. كيف يقبل صحفي ان يلعب هذا الدور؟ يقبل صحفي هذا ان يلعب تقريبا هذا الدور، لانه المساله سهله، وخاصه هناك العديد من الصحفيين الذين تورطوا في مثل هذا العمل والذين لا يمكنهم تقريبا الخروج، لكن هناك صحفيين استقالوا واكدوا مثل هذا الدور وقالوا نحن استقالنا لسبب بسيط، ان الجزيره حادت عن المسار الذي كانت عليه. نعم. وبالتالي دخلت في حسابات اخرى، الهدف متاعها هو قلب الأنظمة والمزيد من إثارة البلبلة والفتنة في البلاد العربية. فما حاجة أخرى، معناها الجزيرة عندما تجد يعني مناخ ملائم تركبه ثم تحرض على تعميقه وعلى يعني الوصول به إلى النهاية. لكن فما حالات أخرى ذكرتها في كتابك، مثلا الاستفتاء اللي طلع في موقع الجزيرة، موقع الجزيرة اللي يقول فيه الاستفتاء هل أنت موافق أو غير موافق للتفجيرات اللي صارت في الجزائر، شو معنى هذه؟ فعلا. هذه مسألة الهدف منها هو زعزعة النظام الجزائري، والجزائر استطيع أن أقول أن استفاقت مبكرا وقطعت ما كان تضمره، سواء كان النظام القطري او من يقف وراء النظام القطري زعزعه النظام الجزائري. وبالتالي عندما يقع اعلان صبر اراء او
في عن طريق موقع انترنت فيما يخص موضوع هل انت مع التفجيرات الارهابيه؟ هذا سؤال غير عاقل بالمره، هذا سؤال يخفي اجنده واضحه وهي مزيد من الارهاب، مزيد من التقتيل، مزيد من الدم لتحقيق اجندات سياسيه معروفه اليوم، خاصه والولايات المتحده الامريكيه تسعى الى اقامه قاعده بالجنوب الجزائري، وبالتالي هي في صراع نستطيع ان نقول انها ضد الطموح الفرنسي. طيب لكن كيف يقبل المجتمع الدولي، كيف يقبل انه معناها منبر اخباري تابع لدوله معينه انه يبث هذه السموم؟ فعلا كيف يقبل هذه المشكله مثلا الجزائريين؟ نعم. هذا انا لو كنت في مكان الجزائريين اعتبرها هذه يعني اقرار عداء، وهذا واضح لانه الجزيره ملفها، ملف الجزيره ملف كبير جدا، وعلى منظمات المجتمع المدني ان تقوم برفع دعاوى، وحتى الدول من شانها ان ترفع دعاوى ضد قناه الجزيره، لانها قناه ليست مستقله، قناه تتبع وزاره الخارجيه القطريه، قناه تمثل السياده القطريه، قناه برهنت للجميع انها قامت بالعديد من الاشياء التي ساهمت اليوم او التي حضرت الى ما نعيشها اليوم. هناك الالاف الذين شردوا، الالاف الذين قتلوا، من أجل ماذا؟ من أجل نحقق الديمقراطية. وهل تحققت الديمقراطية في تونس؟ لم تتحقق الديمقراطية في تونس. هل تحققت في ليبيا؟ لم تتحقق في ليبيا. هل تحققت في مصر؟ لم تتحقق في مصر. وإنما تدخل في مسار واحد، وهو إيصال ما يمكن أن نعبر عنه بالأصوليين إلى السلطة، وهذا كذلك يدخل في باب آخر الهدف منه هو محاربة الإرهاب في أماكنه. أين الولايات المتحدة عجزت تماما عن يعني تحويل وجهة الإرهاب من أوروبا وأمريكا إلى العرب؟ فعلا نحن في السياسة الجديدة علينا أن ننتج الإرهاب وأن نحاربه في نفس المكان. أن تؤطر الإرهاب في المنطقة العربية، أن تنتج الإرهاب وأن تحاربه في نفس المنطقة العربية، وهذا واضح لأن المنطقة العربية اليوم لها موارد طبيعية كبيرة جدا، وبالتالي عندما نزرع فيها الفتنة ونزرع فيها البلابل ونزرع فيها الفوضى فمن السهل جدا أن نحتكم على ثرواتها، خاصة وأن أوروبا اليوم تعيش والولايات المتحدة في مديونية مفجعة جدا، أوروبا كذلك في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، من إيطاليا إلى إسبانيا إلى البرتغال إلى فرنسا إلى آخره. وبالتالي فالهدف هو واضح، من جهة صد الإرهاب ووضعه وجعله داخل إطار الدول العربية، ومن جهة ثانية إرباك الأنظمة السياسية، وبالتالي سهل السيطرة على مجتمعها وكذلك السيطرة على ثرواتها. أي نلاحظ اليوم عودة للاستعمار من جديد بشكل آخر وبتقنيات أخرى وبفكر آخر وبيديولوجيا جديدة. السؤال الأخير اللي تقريبا معناها ما تعرضتوش بالعمق الكافي في الكتاب نتاعك، وهو علاقة دولة قطر والجزيرة بالخصوص بالتنظيمات الإرهابية العالمية وبالخصوص تنظيم القاعدة. تو مثلا تشوف أن كل تقريبا الرسائل اللي بعثها الظواهري وبن لادن كلها تمر عن طريق الجزيرة. واضح. تشوف أنه رغم وجود قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في قطر لم يتم هناك ولا أي اعتداء إرهابي في قطر. ما هي العلاقة بين قطر والجزيرة والتنظيمات الإرهابية وبالخصوص تنظيم القاعدة؟ هو المتأمل فيما يقع خاصة في قطر ما يطلبش ذكاء كبير أنه باش نشوفه، لأنه ما يحدث هناك صفقة تمت بين النظام القطري وبين نظام القاعدة. أي لا تمسسني، مولني في مقابل أمنك، وهذا ما يقوم عليه. لأنه صارت أنه وقع أنه نقض الاتفاق من طرف قطر تقريبا في سنة 2005، فوقعت فعملية إرهابية صغيرة جدا في الدوحة قام بها مصري وكانت بمثابة الإنذار، ثم سرعان ما تراجع النظام القطري وبدأ في تمويل القاعدة، وخاصة عندما نلاحظ مثل ما ذكرت حضرتك أن هناك قاعدتين أمريكيتين في قطر، وقطر دولة صغيرة ليست الجزائر وليست السودان وليست ليبيا، ذبابة يمكن أن نراقبها كيف تمر. وبالتالي فالجزيرة تبث جميع سموم القاعدة بمقراتها في الدوحة، لا تبثها بمقراتها في لندن أو بمقراتها لا أعرف أين، لكن تبثها بمقراتها في الدوحة. كيف تصل هذه الأشرطة؟ كيف تصل هذه البيانات؟ فتقريبا هذه أشياء ليست صعبة أن نطرح فيها السؤال، ولكن صعبة وممكن أن نجد لها إجابة، لأنها تقريبا سياسة تقوم على التغليف وتقوم على التأليف. لكن كيف يقبل المجتمع الدولي أن الدولة يعني معترف بها دوليا
أنه تتعامل تحالف مع التنظيمات الإرهابية بدون أنه إلا إذا كلفت من طرف الدول العظمى بربط الصلة بالتنظيمات الإرهابية للتفاوض أو حتى فعلا عندما نقول المجتمع الدولي، المجتمع الدولي شنو فيه؟ فما عندنا قرابة 200 دولة، 200 دولة ما يمثلوش المجتمع الدولي، المجتمع الدولي تمثله تقريبا 5 دول اللي عندها حق النقد في في مجلس الأمن، هذه الدول اللي تسير في السياسة متاع العالم، وبالتالي الدول هذه تقريبا فيها الولايات المتحدة وفرنسا، لا استطيع الصين في بعض الاحيان لعبت دورا سلبيا بحيادها حياد تقريب، لانه الصينية اذكياء لدرجه انهم الروس معروفين حتى وان نقضوا او اعترضوا على اشياء ممكن يقوم بالمسامة في بعض الاحيان، لكن الامريكيين واضحين في سياستهم، الفرنسيين واضحين في سياستهم، وكذلك الانجليز واضحين في سياستهم. هناك كما قلت برنامج لزرع الفوضى وزرع البلبله في الانظمه العربيه للسيطره على ثروتها الطبيعية، وكذلك لعرقلة عملية النمو، خاصة وأنا نعرف أنه استقلالنا لا يمكن أن نقيسه بالزمن، لأنه أغلب الدول العربية استقلت من بعد سنوات الخمسينات، هناك دول وقع تأسيسها بداية من سنوات الستينات إلى آخره، أي دول ما زالت حديثة ما زالت ثروتها لم يقع تقريبا معناها إنتاجها بما يكفي، ما زالت في حاجة إلى تنمية، وبالتالي اليوم يجب إيقاف هذه التنمية. لا يمكن أن نرسل جنود للحرب لأنه المستعمر يبقى في الأخير هو مستعمر، سواء قبلنا ذلك أو لم نقبله، لأنه المستعمر هو ينعدم للأخلاق، وبالتالي تاريخنا عندما ننظر إلى التاريخ بصفة عامة هو تاريخ يقوم على الحروب ويقوم على التقاتل، وبالتالي فهذا هو الهدف اليوم. دكتور جلولي آخر سؤال تفضل. وهذا معناها موجه مش فقط إلى الباحث، إلى المواطن التونسي أولا ثم الباحث ثانيا، هل تعتقد أنه النظام القطري بكل ما يحيط به من تبعيات وكذا، والجزيرة أيضا كقناة كسلاح جو قطري، هل تهدد الأمن الوطني التونسي؟ فعلا قناة الجزيرة وقطر تهدد الأمن الوطني التونسي. احنا في تونس ما حاجناش تقريب بالدور القطري في تونس، احنا في تونس عندنا تربينا تقريبا على التعليم البرجيبي، تربينا على تعليم حداثي، تعليم فيه نوع من التنوير، اكتسبنا مناعة ذاتية، قادرين وحدنا باش نقوم، لكن ماناش في حاجة تقريبا للنظام القطري، لأنه النظام القطري ما يمثلش الأنموذج. كنا ممكن نكون في حاجة للنظام السويسري، ممكن النظام الفرنسي، ممكن النظام الأمريكي حتى بسلبياته، لأن الأنظمة فيها جانب من الديمقراطية وهذا صحيح، لكن النظام القطري ماذا سيضيف للتونسي؟ لا يمكن له أن يضيف شيئا إطلاقا، هو نظام يقوم على ممكن أن يحذف للتونسي ثقافته وتفتحه فعلا. أنا نشوف الشارع التونسي اليوم هناك معناها أشياء لم نعتد بها من قبل بصراحة، سواء في نوعية اللباس، سواء في نوعية السلوك، سواء في نوعية الأشياء، وهذه من الأشياء التي تؤثر على تغيير نمط اجتماعي معين، وبالتالي أنا أدعو التونسيين لأنهم يكونوا معناها، لأنهم إحنا بالفعل ما نش ناقصين حتى شيء، إحنا بقدراتنا عندنا القدرات الإمكانيات المالية، عندنا الإمكانيات المادية، عندنا الإمكانيات الطبيعية، عندنا الإمكانيات البشرية، قادرين وحدنا خاصة الفكرية وقادرين وحدنا باش نقوموا ونبنيوا بلادنا ونكملوا باش نبنيوا بلادنا، سواء أنه حكمة النهضة أو حكمتها أي حكومة أخرى، أنه نواصلوا في بناء بلادنا، لكن ما نواصلوش بالطريقة أنه طريقة الاستجداء إلى الخارج. أنا ألمني جدا وقت شفت جرح الثورة يقع إفادهم إلى قطر ولا يقع إفادهم مثلا إلى سويسرا، احنا مستشفياتنا تقريبا معناها، أنا يؤلمني أكثر أن وقت الراء مثلا مرضى من لندن من بريطانيا يجوا يعالجوا في تونس، لأنه باش ياخذ هو مثلا في بريطانيا باش تحصل تقريبا على توقيت العلاج مثلا مدة كبيرة ياسر باش يتحصل على موعد، احنا يجوا يعالجوا في تونس، والجزائريين الاخوه الجزائريين يعالجوا في تونس، الاخوه الليبيين يعالجوا في تونس، وراء انه التوانسه يبعثوهم لقطر، هل انه مستشفيات هل القطر؟ تعتقد انه هذيك بروباغندا لحركه النهضه، ولقطر، وانما كل العالم يعرف انه وقت اللي اول تونسي تخرج من كليه الطب معناها لم يكن هناك ولا واحد قطري يعرف يقرا ويكتب في تونس. عندنا تاريخ عزيز عثمانه
تونس عندها تاريخ في الطب، تاريخ في الواحد، وخاصه انه وقت يقع افادهم القطر ماذا يمثل تقريبا، انه ممكن حتى باش يقولوا انه النظام القطري هو اللي صرف على التوانسه هذوما اللي بعثوهم. ظهر لي وقت اللي يبعثوا 20 ولا 25 واحد ماهمش باش يكلفوا الميزانيه الدوله حاجه كبيره برشا في الموضوع هذا. ممكن حتى لو انهم توجهوا بنداء حتى للتوانس الموجودين بالخارج كان ممكن معالجتهم في احسن الظروف وفي افضل الظروف ومن طرف اخوانهم التوانسه. دكتور جلولي ألف شكر على قبولك الاستضافة، ونذكر المشاهدين بأن كتاب الدكتور جلولي هو وين ماشي بنا سيدي، وهو مخصص لدراسة الدور القطري ودور قناة الجزيرة في المنظومة العربية بشكل عام وفي على مستوى الدولي بشكل أعم. شكرا دكتور، شكرا لك. إن شاء الله فرصة ثانية. شكرا.